في الفتره اللي احنا قدرنا نحاول فيها نظبطهم ان شاء الله. طيب سيد اشرف، ما هي البطولات الموجوده حاليا على رزنامه الاتحاد المصري للجمباز الفني؟ والله هو بالنسبة للوضع المحلي إن شاء الله هنبدأ بطولات الجمهورية خلال أسبوع، هنبدأ من أول يوم الخميس القادم بإذن الله هتبدأ، ودي إحنا بنعدلها أعداد جيد جدا برضو رغم الظروف اللي بتقابلها مصر. إحنا هنقوم وننظم بطولاتنا، وعندنا طبعا الإعداد والتضبيط للدورة العربية في قطر بإذن الله اللي هي هتقام في شهر 12، وعندنا البطولة الأفريقية في شهر 9 بنعدلهم، وإن شاء الله هنخلي لاعبتنا تحت الاستعداد التام، وأي